هيا النهاردة أنا عايز أكلمكم على الثورة المعرفية اللي بتحصل في العالم. شاءت الظروف الحمد لله أن يعني الواحد من أول يوم كان حاسس أن الثورة دي جاية، وترتب على كده زي ما أنتوا عارفين أن احنا وضعنا في الأهداف الأولى لمكتبة اسكندرية أنها الرسالة بتاعتها رسالة عالمية، وإنها أساساً مؤسسة لإنتاج وتوزيع المعرفة وللقاء والحوار ما بين الأفراد والحضارات. إنما ترجمنا ده بأربع أهداف، قلنا نافذة مصر على العالم، ونافذة العالم على مصر، ومؤسسة رائدة في العالم الرقمي الجديد، وبعدين ملتقى للحوار ما بين الناس وبعضها. فالحقيقة يعني كنا من الأول بدأنا في هذا الموضوع، ولذلك من أول يوم كان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قطاع منفرد، مش مجرد قطاع خدمي اللي بيعمل أبحاث كثيرة زي ما أنتوا عارفين. إنما النهاردة أنا عايز أقول لكم إن في مشاركتي المختلفة في حاجات دولية كثيرة جدا، الثورة المعرفية بتتحرك بسرعة أكتر من أي حد كان يتخيل، بما فيها اللي اخترعوا الإنترنت. وأنتوا عارفين إن جم عندنا في المكتبة قبل كده اللي اخترعوا الإنترنت، وأنا على صلة بيهم، وخدمت في الفترة الأخيرة دي في لجنة حول مستقبل الإنترنت مع واحد منهم اللي هو فين سيرف، كان رئيس اللجنة دي، وليا آراء في مستقبل الإنترنت. إنما الثورة دي بتضع قدامنا تحديات كبيرة جداً، وبعض زملائنا من المكتبيين كنا سوا في مؤتمر الإفلة، وكان في لقاءات في هذا الموضوع. بدأت من كم سنة فاتوا وبتنبأ لقضية تغيير مفهوم المعرفة، مش مجرد سرعة الاتصال، إنما مفهوم المعرفة نفسه بيتغير في العصر اللي احنا عايشينه. وسنة 2010 عملت محاضرة كبيرة في National Science Foundation في أمريكا، Distinguished Lecture في National Science Foundation، طلع عنها كتيب صغير اسمه الأعمدة السبعة للثورة المعرفية، هنعدي على بعضها دلوقتي. إنما ما بعد هذا العملية تطورت جدا، لدرجة إن النهاردة فعلا بنتساءل إذا كان التطور الكيفي النوعي اللي بيحدث ده هيحتاج مفاهيم جديدة لكل ما نتحدث عنه من إزاي نتعامل مع المعرفة، وإزاي نحافظ على الماضي، وإزاي نتواصل مع التراث، وإزاي نفتح المجال للشباب عشان يخلقوا المستقبل، وإيه دور المكتبات، وإيه دور الجامعات، وإيه دور المدارس، وإزاي هيتغير في الظروف اللي جاية. فده الحقيقة ده موضوعنا النهاردة، ويسعدني أن ألتقي بيكم، وحمشي على موضوع دسم، وفي حاجات كثيرة جدا، وفي حاجات تخص المكتبة، وفي حاجات تخص العالم بأكمله. فهنمشي زي ما أنتوا عارفين كده بالسلايدز الحمراء دي اللي بتعلم كل شوية بداية شابتر جديد. هبتدي ببداية بسيطة، إن أنا هقول عن نفسي من الأول إن الكريدو بتاعي أو الإيمان بتاعي إن الرسالة بتاعتنا إن نوصل كل المعلومات لكل الناس كل الوقت. ده التحدي الحقيقي، مش مجرد في ساعات عمل معينة، إنما النهاردة لأول مرة في تاريخ الإنسانية عندنا التكنولوجيا اللي تسمح لنا ان احنا نعمل هذا. ولكن طبعا في تحديات اخرى بتيجي على كده. انا شخصيا عايز اقول حاجه عشان الناس اللي بتتساءل هذا السؤال، انا بحب الكتب جدا، واللي منكم دخل مكتبي شاف بحب الكتب قد ايه. وطبعا ده يعني غير اللي في بيتي وغير اللي في بيوتي المختلفه في القاهره وفي اسكندريه وفي غيره، فبحب الكتب جدا. ومتخيل زي ما بورخس قال إن الجنة هي مكتبة، مكتبة كبيرة فيها كتب كتيرة جدا ملاش أول من آخر. ولكن في نفس الوقت
التكنولوجيا الحديثة بتفتح أبواب ما كانش ممكنة، والتزاوج ما بين الاثنين ده مطلوب جدا، ولذلك الواحد شايف أن المستقبل ممكن يكون حاجة كبيرة جدا، لأنه لأول مرة زي ما قلت عندنا التكنولوجيا اللي تسمح بهذا، وإن كنا مش عارفين ننظم نفسنا ولا كمؤسسات ولا كدول ولا ما بين دول وبعضها، إزاي نتفاعل مع هذا الكم الهائل من المعلومات. فنقطة إن المعلومة عبارة عن داتا، لما بتتنظم الداتا بتصبح معلومات، ولما المعلومات دي بتتشرح وتتفهم بتصبح معرفة knowledge. إنما المطلوب من الإنسانية الحكمة، الحكمة أكتر من المعرفة. يعني الناس اللي ضربوا العراق وغزوا العراق أيام جورج بوش وبتاع كان لا شك عندهم معرفة تكنولوجية متقدمة جدا، إنما هل كان عندهم من الحكمة إزاي يتعاملوا مع الواقع اللي كان موجود؟ لا، واضح جدا من ما حدث إنه ما كانش فيه هذه الحكمة. حكمة عبارة عن المعرفة زائد القيم، المعرفة التكنولوجية زائد القيم. وأنا بترجمها ترجمة أخرى هتعجبكم جميعا، ده يعادل مكتبات زائد مكتبيين. وهنا مكتبيين بالمفهوم العريض، مش مجرد قطاع المكتبات، رغم انهم طبعا لازم دلوقتي حاسين انهم في القمة، انما هو يعني المكتبات بمفهومها الكبير، مكتبات وارشيف ومتاحف وكل الحاجات اللي بنحافظ فيها على المعرفة الإنسانية والتراثية، بترتبط مع الناس القائمين عليها اللي عندهم قيم معينة، قيم بيدافعوا عنها، ده اللي بيدينا مفهوم الحكمة. ولذلك سواء المأمون العباسي سماها دار الحكمة، إنما مكتبة الإسكندرية القديمة كانت معقل الحكمة في الفترة الهلينستية كلها. عالمنا بقى بيتغير جدا، الثورة انتوا عارفينها، الانترنت ده غير الإنسانية كلها، ودول الاثنين اللي اخترعوا الانترنت، بنت سيرف وبوب كين، عملوا التي سي بي اي بي اللي هو النظام الأساسي اللي موجود. وعلى فكرة في اختراعين فقط اللي نجحوا هذا النجاح الباهر في تاريخ الإنسانية من ناحية الهندسية حتى، وإن هو يقدر يزيد في الحجم التحمل بتاعه مليون ضعف، ولكن في نفس الوقت يفضل روبست وقادر إنه يتحمل، اللي هو الإنترنت والمحمول. ودلوقتي في تزاوج ما بين الإنترنت والمحمول قدامنا دلوقتي. تيم بيرنرز لي الثالث بتاعهم اخترع ال WWW وال HTML، ما بين الثلاثة دول غيروا الإنسانية أكتر من أي قادة سياسيين أو عسكريين في التاريخ. طبعا احنا شايفين الإنترنت بيكبر إزاي، وبيوصل في كل حتة وكل مكان، وبيعبر حدود الدول، وبيسمح لنا احنا نتصل بالإيميل في أي حتة من أي حتة إلى أي مكان بسرعة الضوء، وفي كم هائل من المعلومات على الإنترنت، ولكن معلومات متفاوتة جدا، في حاجات كذب وفي حاجات دقيقة علميا وفي حاجات تراثية وفي حاجات تخيلية، فإزاي الواحد يعرف الفرق من ده لده؟ والإنترنت نفسه بيتغير كأداة، الأول كان حد بيحط مادة وحد بيقراها، دلوقتي أصبحنا إحنا جميعا إحنا في ويب 2.0 كلنا بنعمل بوستينج حاجات وبنقرأ حاجات بتاعت ناس تانية، فكلنا بروديوسر وكونسيومر على طول. الانترنت الجاي اللي هو بيشتغل عليه تيم بيرنرز لي وغيره من الزملاء هو بنسميه السيمانتيك ويب، اللي هو بيحاول يربط بين العلاقات وبعضها. يعني لما حد منكم يخش على جوجل او بايدو يدور على حاجه بتطلع له اوبجكت، صفحه معينه، فقره معينه الى اخره. السيمانتيك ويب يطلع لك العلاقات ما بين الحاجات وبعضها، لسه بنشتغل عليه دلوقتي. احنا في الويب 2.0 والسيمانتيك ويب ده لسه ما جاش. انما في بعد اخر هو بعد السوشيال كونكتيفيتي اللي هو التواصل الاجتماعي. الغريب السرعه اللي بيتم بيها هذا. اول تواصل اجتماعي حصل سنه 2002 مع افتتاح مكتبه اسكندريه، كان اسمه فرينستر، وبعدين 2003 اخترع ماي سبيس، و2004 فيسبوك. يعني فيسبوك النهارده عمره 10 سنين،
و2005 يوتيوب، و2007 الايفون. يعني السرعة اللي حصلت بيها الحاجات دي، انه اول محمول سمارت فون زي ما كانوا بيسموه الايفون نزل 2007، يعني لسه 7 سنوات. شوفوا وصل في كل مكان ازاي الايفون، والتزاوج اللي بدأ يحصل بينه وبين الانترنت حصل بهذه السرعة. مفيش تكنولوجيات تانية في العالم في تاريخ الإنسانية كلها، مفيش حاجات حصلت بهذه السرعة. فده بيؤدي إلى التصور اللي نوفا سبيفاك عمله، قال إذا كنا هننظر هنا إلى زيادة التواصل المعلوماتي، فهنا بدأنا بالإنترنت أو the web www، هنا هنوصل للسيمانتيك ويب اللي بيشتغل عليه تيم بيرنرز لي والجماعة دولة، والناحية دي بدأنا وصلنا للسوشيال سوفتوير اللي هو بيربط الناس مع بعضها اللي هو التواصل الاجتماعي. طب ايه اللي موجود هنا؟ الحته دي فيها ايه؟ لان احنا بنتحرك كده. فالتصور بيقول انها ترابط العقليات نفسها هيحصل، وان احنا نقدر نتخيل اذن ان لاول مره الانسانيه في المجال المعرفي بتتواصل مع بعضها. ففي واحد بيكتب حاجه من هنا، يعني انا لما بكتب حاجه وببعتها لبعض الاصدقاء اللي في البرازيل واللي في الصين واللي في النرويج واللي في انجلترا واللي في امريكا، وده بيزود حاجه وده بيرد حاجه والى اخره. وده زي كل الكره الارضيه فيها ناس عمالين يزودوا ويبنوا مع بعض في حاجات معرفيه جديده، فكان في تواصل زي النيورونز. ها دكتور يحيى، زي النيورونز في مخ ضخم بيغطي الكرة الأرضية كلها، ده اللي احنا فيه. وفي حاجات كتيرة جاية. قبل ما هخش تاني على الأعمدة السبعة بتاعة الثورة المعرفية، في من وقت ما قلت المحاضرة دي سنة 2010 في الناشونال ساينس فاونديشن إلى يومنا هذا، جزء جديد من الثورة المعرفية بان اللي هو البيج ديتا. بيج ديتا ده كم المعرفي اللي بيحصل دلوقتي. يعني التجارب بتاعة المركز النووي في جنيفا اللي هو سيرن، عشان يطلع صورة زي دي اللي هو الانفجار النووي بارتيكل فيزيكس، دي بتحصل في مليار من المليار من الثانية. ده لسه أقل من الفيمتو ثانية بتاعت الدكتور زويل، مليار مليار من الثانية. فبيحتاج بيعمل كم حسابات غير معقولة. الحسابات دي اللي اكتشفوا فيها الهيجز بوزون وغيره بتطلع كمية معلومات غير معقولة بتتحط في الكمبيوترات بتاعتهم 100 بيتا بايتس. عشان ناخد فكرة عن ال 100 بيتا بايتس قد ايه، لو حد اخذ افلام هاي ديفينيشن دي في دي وقعد يتفرج عليها 24 ساعة في اليوم 7 ايام في الاسبوع، كم المعلومات دي تعادل 700 سنة. يعني 700 سنة من الهاي ديفينيشن دي في دي تجربة واحدة، تجربة علمية واحدة. فكم المعلومات ضخم جدا، وده لسه قليل. قليل بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لمشروع في الراديو أسترونومي بيتم دلوقتي تنفيذه ما بين جنوب أفريقيا وأستراليا، اسمه كيلومتر سكوير أريه. ده كيلو في كيلو، بيحطه دش كده، الدش ده بيستقبل من الفضاء في الراديو أسترونومي بيستقبل معلومات، معلومات دي بتتحلل. كم المعلومات اللي هيطلع من التجربة دي يعادل 1 إكسابايت في اليوم. ده يعادل كل اللي بيضعه كل الناس في العالم الإنسانية جمعاء على الإنترنت النهاردة. التجربة دي هتطلع نفس حجم المعلومات في اليوم قد كل اللي بيحطوا العالم النهاردة على الإنترنت. اللي بيحط صور على الفيسبوك، واللي بيحط يوتيوب، واللي بيحط مش عارف إيه، واللي بيبعت إيميل، كل ده لما جمعه يطلع يعادل من الإنسانية كلها يعادل هذه التجربة. عشان ديكو معيار الإكسابايت ده إيه، طبعاً يعني آي بي إم بتعمل أنظمة خاصة للتعامل مع هذا الكم من المعلومات. هنعملها إزاي؟ الأجهزة أوريدي موجودة،
الحقيقة الناس القائمين عليها بيستعملوا كلمة كده مغرية وسهلة، يقولك it's in the cloud، في السحاب. سحاب ايه دي؟ اماكن ضخمة جدا لكمبيوترات كتيرة شغالة في حتت نائية، ومش هما لوحدهم بس اللي بيجمعوا المعلومات دي، انما بيجمع المعلومات دي حتى الشركات التجارية. فامازون مثلا بتجمع معلومات عن كل واحد. انا هنا مثلا عايز الاشعار بتاع دبليو ييتس، فبخش على الموقع ده، يقوم هما يجوا يقولوا لي على طول الكاستمرز اللي اشترى الكتاب اللي انت مهتم بيه ده ايضا اشترى هذا الكتاب. بيعرف كده ازاي؟ لانه بيحافظ على كل كليك بيعملها كل واحد بيخش على موقع امازون. مش بس بيحافظ عليه، بينظمه وبيحلله، وبيقدر يطلع نتيجة التحليل ده in real time، يقول لي الناس اللي دوروا على حاجات مشابهة برضو اهتموا بالحكاية دي. وامازون بتحول، لا بس مش لوحده، جوجل وياهو والتانيين كلهم بيعملوا نفس الحكاية. ففي تطورات سريعة جدا عمالة تحصل في القطاع الخاص، وبيسبقوا في المؤسسات التقليدية اللي هي المؤسسات القائمة على الأرشيف، على المكتبات، على المتاحف، على الجامعات. فالفاس كمبيوتر أريز دي بتشتغل. وأيضا الحكومات، واكتشفنا حديثا أن الناشنال ساينس ناشنال سيكوريتي ايجنسي بتاعت أمريكا فعلا بتتصنت على مليارات المكالمات التليفونية، مليارات المكالمات التليفونية، وتقدر تطلع التليفون بتاع أنجيلا ميركل شخصيا عشان يسمعوا بتقول ايه. انتوا عارفين طبعا اللي حصل والفضيحة اللي حصلت، وبدأوا يحطوا حدود لهذا. دي غرفة العمليات بتاعت الـ NSA، وده مبنى الـ NSA في أمريكا، ومش مشهور قوي زي البنتاغون وزي الـ CIA، انما ده مبنى الـ NSA اللي هو بيحلل المعلومات. هما صحيح الحكومة الأمريكية أعلنت انهم هيحدوا من هذا مستقبلا وهيبطلوا الحاجات دي وكلام من ده، بس يعني موضوعيا لسه عملوا تدشين لمضاعفة حجم الـ NSA. فيعني الظاهر ما عندهمش نية قوي انهم يبطلوا التجسس، يعني الكلام حاجة والفعل حاجة تانية، انهم كانوا breaking ground انهم هيضعفوا حجم الـ NSA. ده بقى غير بقى الشركات بتاعت القطاع الخاص اللي شغالة زي ما قلت لكم قبل كده. عشان اديكوا تصور على حجم الحكاية، انا اتكلمت على اكسابايت. الاكسابايت دي is a billion gigabytes. كم المعرفة الانسانية المسجلة من اقدم التاريخ الى يومنا هذا 256 اكسابايت. يعني دي ملفتة جدا. ده حسبناها ازاي؟ حسبوها جماعة في كاليفورنيا سنة 2007. طبعا من 2007 ل 2014 ممكن نتخيل ان العملية دي تضاعفت جدا جدا جدا. ثانيا انه الترافيك بتاع الانترنت يوم النهاردة يوميا 1 اكسابايت كل يوم، يعني 365 اكسابايت في السنة، انما هو بيزيد فهيبقى اكتر من كده يعني. فاذا 256 من ما قبل قدماء المصريين الى يومنا هذا هو كم التراث الانساني، واحنا بنضعفه بهذه السرعه. والكي اس اي بروجكت زي ما قلت لكم كيلومتر سكوير اريا هيطلع اكسابايت لوحده هو. سو الداتا بنزودها بحجم رهيب جدا. طب ايه اكسابايت دي تعادل ايه؟ عشان اديكم فكره عن الثوره المعرفيه اللي احنا بنتعامل معاها. الاكسابايت is a billion billion bytes. يعني ادي كده، ده يبقى هنا كيلو بايت، وده الميجا بايت، وده وهكذا جيجا بايت، والبيتا بايت، والتيرا بايت، والاكسابايت نص الاكسابايت. لو جينا نحاول نحولها لحاجة نقدر نفهمها، 100,000 مرة الكم اللي موجود في مكتبة الكونغرس في اليوم الواحد.
كم المعلومات يعادل 100,000 مرة مكتبة الكم المعلومات المكتوبة اللي في مكتبة الكونغرس، وما بين 500 إلى 3000 مرة لو دخلنا كل الصور وكل الخرائط وكل الحاجات اللي عندهم، يمكن ما بين إنما فلنأخذ ب 3000 مكتبة كونغرس كل يوم. مكتبة الكونغرس أخذت 200 سنة عشان تتبني وتصل إلى ما وصلت إليه، وهي أكبر مكتبة في العالم النهاردة. ممكن أن الواحد يتخيل أنه يعمل 3000 مكتبة كونغرس كل يوم؟ كل يوم في الإضافة على الموجود. فجوجل بيقال أنها عندها 10 إكسابايتس على السيرفرز وخمسة باكابس، إنما ده برضو بيديك فكرة عن حجم القطاع الخاص. طبعاً المخابرات الأمريكية والNSA الله أعلم عندهم إيه، إنما بدي فكرة عن حجم الشركات الكبيرة في القطاع الخاص وصل فين، وإحنا في القطاع العام المعرفي إحنا لسه فين في التوافق مع هذا الثورة المعرفية دي. وده بقى growing exponentially، يعني ما بين 2010 و 2013 حجم المادة اللي على الإنترنت زادت 20 ضعف في 3 سنين. أظن إذن إن الواحد ما يقدرش يتصور إن في ثورة معرفية من هذا النوع ماشية في العالم، والناس قاعدة بالطرق التقليدية بتاعتها، كل واحد في الركن بتاعه عمال يحسوك ويعمل بتاعك. بعد شوية زي قطر كبير راح معدي وسايبنا كده على الجنب بنتفرج عليه وهو بيمشي. فإحنا كنا بنتكلم من كام سنة على البيج ديتا اللي جاية، لا البيج ديتا وصلت. It's here now، موجودة دلوقتي وحيزيد. لما بقولك من 2010-2013 تضاعفت حجم المعلومات اللي بتحط على الانترنت 20 ضعف، يبقى نتوقع انه الكلام اللي بقوله ده النهاردة. طيب بكرة بعده هيبقى فين؟ الله أعلم. فالحقيقة مع فين سيرف كنت في اللجنة زي ما قلت لكم في الأول، اللي احنا كنا بنرسم تصورات لمستقبل الانترنت، ودي يعني من الحاجات المعقدة جدا، لأن في تكنيكال أوبسوليسنس وفيزيكال أوبسوليسنس وكيفية حماية المعلومات دي وكيفية الوصول إليها وكيفية الحوكمة، مين اللي يتحكم فيها إزاي، كل دي من المشاكل الكبيرة جدا اللي كنا بنشتغل فيها. فبرضو لأن بعض الزملاء كانوا بيسألوني بتعمل إيه لما بتسافر، بقول لهم أنا بعمل حاجات كده بقى، دي من الحاجات اللي بعملها وأنا بسافر. بعد كده بقى الله أعلم، يعني لما الواحد يتخيل السرعة اللي دخل بيها الفيسبوك والتليفونات والموبايلات والإنترنت وزيادة حجم الإنترنت 20 ضعف في 3 سنين، لما الواحد يجي يقول طيب يعني تعالى بقى نستشرف المستقبل لمدة 15-20-30 سنة، يعني خلينا شيء من التواضع. احنا ممكن نقول اتجاه معين، رايح شمال رايح جنوب رايح غرب رايح، انما مش هقدر ارسم خطة دقيقة بتوقعات دقيقة، لأن هيحصل اختراعات جديدة مش قادر أشوفها دلوقتي، زي ما من 25 سنة ما كانش حد شايف حجم الإنترنت هيبقى شكله إيه. مع التطور ده حصل تطور في ثورة معرفية لها 7 أعمدة كلهم متداخلين مع بعض متضفرين مع بعض، أنا بقسمهم هنا مجرد عشان أعرف أعرضهم بوضوح يعني. فأول حاجة هو التقسيم، التقسيم والحيوية. يعني معنى ايه؟ ان احنا لغاية الفترة اللي احنا عايشين فيها دي كان مفهوم المعرفة انه بيتحط يا اما في مقالة او في كتاب له بداية وله نهاية وله تصور وبتاعه، ويبقى فيه صحيح فوت نوتس ومراجع وهوامش، انما اساسا كتاب هو الوحدة. زي واحد بياخد طوبة وبيبني طوبة فوق طوبة، وحتى بنستعمل في التعبير بتاعنا نقول وضع لبنة في صرح المعرفة، يعني حتى هذا التعبير ان احنا بنبني طوبة بطوبة بنعمل صرح جميل في الاخر، انما ده كان التصور. التصور ان ده الوحدة دي بعضهم عملوا لها رقمنة، بس هي ما زالت نفس الوحدة. لكن المشكلة هي حية ولا ميتة؟ بمعنى ايه؟ ان انا لو عندي نفس الكتاب
اللي في ايد محمد سليمان مثلا هيفتح صفحة 153 وانا هفتح 153، السطر الاول عنده هيبقى السطر الاول عندي، وبعد 10 سنين نفتح نفس الكتابين هنلاقي نفس السطر ما تغيرش. انما لو انا قلت له شوف الموقع الفلاني، ممكن هو يخش على الموقع الفلاني بعدها بساعة يلاقيه يتغير، لان الموقع بيتحدث طول الوقت، فالمادة اللي موجودة في الموقع بتحدث طول الوقت. عشان كده أرشيف الإنترنت اللي موجود في سان فرانسيسكو واللي جزء منه موجود عندنا بياخد صور كل 120 يوم عشان يشوف الموقع ده كان شكله إيه سنة 2011، شكله إيه 2012، شكله إيه 2013، شكله إيه 2014، وفي مارس ويونيو وسبتمبر إنه بيتغير. فده أول حاجة. وأصبح تقسيم الصفحة بتاعت الويب هي التقسيم الجديد بدلاً من الكتاب في المعرفة الإنسانية، والهايبر تكست اللي بيسمح الحاجات أنها تصل لبعضها. ولما هنخش على السيمانتيك ويب اللي اتكلمنا عنه فالصورة هتتغير زيادة. ومع هذا يأتي أيضاً أن لازم نتساءل تقسيم المعرفة اللي احنا بنستعمله في المكتبات وفي الأرشيفات وفي الجامعات، هل ده سليم ولا مش سليم؟ يعني النهاردة دي خريطة معرفية عملها نيويورك تايمز، مختلفة تماماً عن التقسيم التقليدي اللي كان موجود من هيرمان ميلفيل وقت ما عمل الكلام ده. وممكن احنا نشوف أيضاً تقسيم متغير، زي إيه مثلاً؟ ده الأيجن فاكتر عمل العلاقة ما بين دي العلوم الاجتماعية سايكولوجي وسايكاتري وإيكونوميكس ومش عارف إيه، وده بيطلعوا من الإنترنت بناء على الاستعمال المراجع والاتصالات اللي ما بين الميدان المعرفي والآخر. وده بالنسبة للعلوم الطبيعية مولكيولار سيل بيولوجي وميديسين وغيرها من الحاجات. وبيوند الكونفنشنال كيبورد بقينا بقى نعمل دلوقتي اوجمنتد رياليتي، زي ما انتوا عارفين ان مثلا ممكن تشوف خريطة على جوجل ماب ويطلع عليها يا صورة ولكن يطلع عليها اسم الشارع ولا مكان، وتدوس على المكان ده يطلع لك صورة المكان ده من الشارع وبعدين تكست إضافي. ففي ده اللي بيسموه augmented reality، وده ممكن يصل على المحمول بتاع الناس دلوقتي. وزي ما أقول إن كل الابليكيشنز دي كمان برضو بتزيد بالطريقة المتضاربة بتاعت العقل الجماعي أو الجمعي البشري اللي بيتفاعل مع بعضه. تاني حاجة هي الإيميج والتكست. هي مخ الإنسان رغم أن احنا بنتفاعل دائما مع النص أو التكست، مخ الإنسان معمول عشان يتفاعل مع الصورة. يعني هديكم مثال بسيط، الواحد ممكن يفتح باب ويقفله لحظة واحدة، في اللحظة دي هيقدر يشوف صورة يقدر يوصف بعد كده القاعدة كبيرة ولا صغيرة، فيها قط اجتماعات ولا مفروشة صالون، الحيطان بتاعتها بيضة ولا سودة، والسقف بتاعه شكله ايه الى اخره، في ناس ولا مفيش ناس قاعدين. كم المعلومات اللي قدرنا ناخده في الثانية دي اللي بنشوف فيها ونقفل تاني. يعني هديكم امثلة اهي، عين كل واحد فصصت تماما الفروقات ما بين الصور اللي انا وريتها دي. ولكن لو انا بحاول اوصفها بفقرات تكست هتاخد كم كبير جدا وهتعوز جهد ضخم جدا عشان واحد يقدر يفرق ما بين الحاجات دي وبعضها. فالماضي لغايه العصر الحديث اللي احنا فيه كان الاعتماد الاساسي على النص، لان الصوره كانت صعبه وغاليه، وحتى لو واحد يرسمها لازم يعيد رسمها الى اخره، فالتواصل بيها كان صعب. انما النهارده الصوره اصبحت كل واحد بيحط في فليكر وفي يوتيوب ومش عارف ايه ما شاء الله، يعني كميات كبيره جدا. فانا متخيل ان المستقبل هيبقى فيه الايمج والتكست سواء هما وسائل التواصل المعرفي، وده طبعا مفيد. يعني انا اسهل لي قوي ان اشوف الصوره بتاعت الباين كونز دي عن اني احاول اقرا التوصيف بتاعها وما اقدر افهم شكلها ايه. ففي بوزيتيفز كتيره جدا، يعني مثلا طبيا نقدر نشوف حاجات ما نقدرش نشوفها بالنص، نقدر ندرس حاجات ما اقل من الميكروسكوب او حتى حاجات خارج نطاق الرؤيه التقليديه بتاع الفيزبل لايت، زي هنا التصور الحراري
وده برضو بيستعمل في الطب في التحليل التوموغرافي وغيره. وفي حاجات مش ممكن تتوصف، يعني ده خريطة المترو بتاع طوكيو أو بتاع لندن أو بتاع، تحدى أن أي حد يوصف العلاقة ما بين المحطات دي بالتكست، يعني لازم حد محتاج نمسك صورة قدامه. وأنا شخصياً عمري ما طلعت في الفضاء، إنما بشوف الفضاء بعين الرواد اللي راحوا هناك من الصورة، وممكن أدرس الاستعمال بتاع الطاقة وغيره بصور مختلفة بهذه الطريقة. ولكن النص فيه حاجة تانية، النص فيه تفاعل ما بين القارئ والكاتب، لأن التواصل بيتم عن طريق ثلاثية في الأبستراكشن اللي هو الحرف والكلمة والجملة، ودي بتخلي القارئ مش بس مجرد يستقبل الصورة إنما يتفاعل معها بصورة معينة. العمود الثالث هو العلاقة مع المكان، باستثناء بعض بالرياضيات البحتة وبعض الأسئلة الفلسفية زي إيه معنى الحياة وإيه المغزى من الكون، يعني أسئلة من هذا النوع، جميع أنواع الميادين المعرفية هتحتاج للإنسان يتفاعل عن طريق مكنة، مش هيقدر يصل إلى المعلومة اللي هو عايزها ويجيبها ويدرسها ويضيف إليها ويرجعها تاني إلا بميديشن بتاعت مكنة. النهاردة ده خلاص أصبح واقع في كل حاجة، حتى في الحاجات اللي كنا بنعتمد عليها زمان زي مثلا النص الأدبي. أنا ماسك مسرحية لأحمد شوقي أو قصيدة لشكسبير ببص فيها، طيب إنما قبل ما أكتب نقد عليها لازم أعرف الناس التانية كتبت إيه، عشان أعرف الناس التانية كتبت إيه كم المعرفي وصل لدرجة إن مش هقدر أوصل له من غير ما يبقى عندي أكسس للمعلومات دي كلها. ده من ناحية طبعا بيدينا فرصة إن إحنا نضاعف بعد المخ الإنساني في التواصل مع المعلومات بصورة ما كانتش موجودة قبل كده. بينما في ميدان موازي في ناس بتبحث على الذكاء الصناعي أو الارتفيشال انتليجنس وكيفية تكوينه، وإحنا شفنا إن في حاجات بسيطة زي الشطرنج اوريدي من سنة 97 كمبيوتر ديب بلو بتاع اي بي ام هزم جاري كاسباروف بطل العالم في الشطرنج. إنما ده الشطرنج ده له قواعد محددة جدا، إنما المعرفة مفتوحة والخيال مفتوح، فالذكاء الصناعي بهذا المعنى أصعب بكتير جدا من اللي كان موجود هنا. إنما الواضح جدا إن إلى يومنا هذا مخ الإنسان أقوى من أقوى كمبيوتر بتقريبا مليون مرة، على الأقل في عدد النيورونز والوصلات الممكنة ما بين النيورونز وبعضها. إنما واضح إن الكمبيوترات بتزيد في قوتها بصورة كبيرة جدا، ونتوقع إنه في ظرف عدد من السنوات هيبقى الكمبيوتر أقوى من مخ الإنسان في عدد الوصلات اللي ممكن يعملها بمليون مرة. وقتها يبقى في تساؤل، المستقبل ده هيبقى شكله إيه؟ والعلاقة ما بين الإنسان والآلة هتبقى إيه؟ العمود الرابع هو إن إحنا بنعيش في عالم صعب، عالم كومبلكس وكيوتيك، فوضوي أو عشوائي. المقصود هنا بالمفهوم العلمي كومبلكستي والكيوس، دي مفاهيم علمية وعرفناها من القياس بتاع الطقس. والحقيقة لورنس في الستينات كتب مقالة جميلة جدا اسمها Does the flutter of a butterfly's wings in Rio cause a hurricane in Texas؟ هل إذا فراشة حركت جناحتها في ريو دي جانيرو هتحدث طوفان في تكساس؟ فده جاي من ايه؟ جاي من انه لاحظ ان في استحالة ان اي حد يقدر يستشرف الطقس مهما عمل من دراسات. ليه؟ لان التغييرات لا تذكر. هو كان بيعمل تغييرات القياس الفصل العشرية 8 ارقام بعد العلامة في الكسر، التغييرات في التاسع فقط، تغييرات بسيطة بتعمل فرق. بمعنى ايه؟ ان التغييرات البسيطة دي بيبتدي التوقع ماشي مظبوط، وبعدين بتفترق التوقعات مع بعضها بصورة كبيرة جدا.
وعمل حاجة اسمها لورنس أتراكتر وغيره في الحكاية دي. فبدا كان بداية فكرة الكومبلكسيتي والكيوس واحتياجنا لأنواع جديدة من الرياضيات والهندسة، وده نوع تصورات معرفية جديدة بتحصل دلوقتي. حتى حاجات زي كده سهل إن الهندسة والرياضيات بتاعتنا تساعدنا فيها. المقرنصات أجدادنا ما شاء الله عملوا حاجات في منتهى الجمال والصعوبة في القرون الوسطى يعني. إنما إذا نظرت للصورة دي فالرياضيات بتاعتنا والهندسة قادرة أنها تتعامل مع الهرم، بس مش قادرة أنها تتعامل مع السحابة. توصيف والتمكن من شكل السحابة وطريقة حركتها وبتاع بالنماذج الرياضية مش عارفين نعمله. فدي قضية كبيرة جدا، واحتاجنا للنيو جيومتري، لأن ولا عارفين نقدر نوصف وردة ولا الطريقة اللي شجرة بتورد بيها ولا الطريقة اللي بتطلع بيها النباتات ولا الشعاب المرجانية. ولكن وجدنا ان ريكيرسيف ميثودز بالذات بتاعت بنوا مندلبروت وغيره، كتب كتاب مهم قوي في الثمانينات اسمه The Fractal Geometry of Nature، فتح مجال لدراسات معقدة في الكومبلكسيتي. انما اللي انبسطوا بيها قوي الفنانين، الاول الفنانين عجبتهم الحكاية دي، بتطلع حاجات بألوان وبتاع وشكلها حلو وشكلها غريب. تطبيقاتها العلمية جت شوية بشوية في التسعينات وأوائل القرن اللي احنا فيه ده، وفيها التشابه الذاتي اللي هو سيلف سيميلاريتي، فيها المالتيبل اوتكمز التعدديه في الاوتكمز، وفيها التداخل اللي هو النستد هايراركيز. وبعدين اتضح له بقى ابلكيشنز كتيره جدا في ال15 سنه اللي فاتوا، زي مثلا فعلا نمو النباتات، السيكونس بتاع التوريد الورد، لما الارض بتشقق لما بتنشف الشقوق دي بتتبع فراكتال جيومتري رولز، الستراكشر بتاع الكريستال بتاع الدي ان اي، المسار بتاع البرق، المسار ده بدايه التلج السنو فليكس، التيربولنس بتاع الغازات صعب جدا دراستها، وشكل الايروجن بتاعت البحر في الكوستال ايروجن، والأورجانيك كونستراكتس، وبدأ تطبيقها دلوقتي في اللي بنسميه نيورال نتس بالنسبة للكمبيوتينج، وفي حاجات تانية كتير. العمود الخامس بقى أنه بيوند الكمبلكسيتي والكيوس، الكمبيوتينج نفسه اللي هو فرع المعلوماتية المتصلة بالحاسبات زي ما قلنا بنسميها، ليها نظرياتها وليها علمها، هتصبح جزء لا يتجزأ من البحث العلمي مستقبلاً، زي ما الرياضيات والإحصاء أصبحت جزء لا يتجزأ منه. ليه؟ لأن احنا انتقلنا في الكم المعرفي الماضي من أن احنا نجمع مجاميع حاجات، مجاميع فراشات، مجاميع نماذج، مجاميع حاجات تانية، إلى البحث في العلاقات ما بين المجاميع دي وبعضها. ولذلك computation هتبقى جزء لا يتجزأ من طريقة البحث العلمي مستقبلاً، وده حدينا نيو كمبيوتر اركيتكتشر وباثويز وكلاسترز ونتورك كنترولز ونيورال نتس ودايمنشنال مانيفولدز وفيرتوال كوميونيتيز وحاجات تانية كتير قوي ما اعرفهاش، انما انفتاح كبير جدا في هذا. العمود السادس هو كونفرجنس وترانسفورميشن. يعني ايه كونفرجنس؟ اللي هو ببساطه في يوم ما كان في البيولوجي وكان في كيمستري واصبح دلوقتي في بايوكيمستري. الفترة اللي الفروع دي بتتداخل مع بعضها في المعرفية بتتداخل مع بعضها بتدي فترة سرية جدا ومكان سري جدا في التعامل معها. حاليا بنمر بثورة معرفية بسميها بنت، اللي هي بايو انفو نانو تكنولوجي. دكتور مصطفى السيد يتكلم هنا عن نانو تكنولوجيز وتطبيقها في حاجات بيولوجية إلى آخره، ففي تداخل كبير في الحاجات دي دلوقتي، وده converging of new sciences. حاجة تانية transformative paradigm، يعني مثلا اختراع الدي ان اي غير البيولوجي كله، يعني فيما قبل الدي ان اي وما بعد الدي ان اي، فروع كاملة functional genomics structural genomics proteomics مش عارف متى، كل الحاجات دي ما كانتش موجودة من فترة زمنية معينة وبيتم تحويلها بهذا. فالثورة المعرفية بتتحرك مش مجرد كده بطريقه مستمره، انما في طفرات بتيجي من الترانسفورماتيف وفي التحامات بتحدث فيها.
احنا في طريقة التعامل مع سواء في الجامعات في الأقسام والكليات أو سواء في المكتبات بطريقة تصنيف المعرفة ما بنعرفش نتعامل مع البعدين دول. فالحقيقة الجزء الأخير إنه بنحتاج لمعرفة العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. يعني المعرفة الإنسانية ما نقدرش نتعامل مع هذا الواقع اللي أنا وصفته غير إن إحنا نجد من الأبعاد الثلاثة. وللأسف كليات الآداب لا تتعامل مع كليات العلوم، لا تتعامل مع كليات الدراسات الاجتماعية. فأدي السبع أعمدة وبيؤدوا إلى حاجة ثانية زي نفكرها، إنه البحث المعرفي سيستمر، وده هيبقى له بقى تأثير كل الكلام اللي قلته ده على التعليم والبحث والمؤسسات اللي هي بتساند المعرفة اللي هي المكتبات والأرشيف والمتاحف. فبالنسبة للمكتبات ده كان نظام تسجيل سابق، ده النظام الحالي وهيخش على حاجات جديدة احنا لسه مش عارفينها دلوقتي. ده كان طريقة البحث الماضي، دي طريقة البحث الحديث وهيتتغير كمان. أما عن الكتب الإلكترونية فأنا عايز أشكر محمد خميس لأنه عمل لي كاريكاتير هوريه لكم دلوقتي، لأن طبعا أنا سجلت إن في 2010 ظهرت أول مكتبة بدون كتب في University of Texas في سان أنطونيو. شالوا 425 ألف كتاب كان عندهم في على الأرفف وحطوا بدلها كله نتورك. إنما الثورة المعرفية دي بتؤدي إلى حاجات تانية، وبتؤدي إن الطريقة الوحيدة هيتعامل بيها بالكمبيوتر. في يؤسفني أن أقول كثير من الناس المثقفين في أماكن مختلفة بما فيها في مصر ينظروا للشباب كده ويقول لك هو يعني قادر يقرأ الكلام ده إزاي كده. فأنا بقول لهم إن إحنا في مكتبة اسكندرية القديمة كان في كده، يعني الاثنين العواجيز دول كانوا اثنين عواجيز وكانوا بيمسكوا لفافات. ولما ظهر الكودكس اللي هو ان اللفافه تتقطع وتتجمع وتتسمغ من ناحيه ويتحط عليها غلاف اسمك شويه، الكودكس اللي هو شكل الكتاب الحديث، ما بين 200 بعد الميلاد الى 500 بعد الميلاد تحولت كل المعرفه من اللفافات الى الكتب اللي احنا نعرفها النهارده. طيب وايه يعني هتتحول المعرفه بتاعتنا من الكتب اللي انا بحبها وبموت فيها وهستمر في سني ده لغايه ما اموت عايش فيها، واملي ان الجنه ان شاء الله اذا رحناها هتبقى عباره عن مكتبه مليانه كتب برضو، بس ايضا انه هيتحول الى كتب الكترونيه والقراءه هتبقى الكترونيه وهتبقى على باد صغيره او كتب الى اخره. قضايا بقى التكنيكال اوبسوليسنس والفيزيكال اوبسوليسنس، الحقيقه دكتور مجدي ناجي ودكتور نوع عدلي ويوسف صلاح وزملائهم المكتبه بتشارك في دراسه هذا عالميا ايضا. بس زي ما قلنا انه اوكي دي مشكله بالنسبه للناس اللي تحب الكتب، ولكن احنا نقدر نضع على يعني متناول اليد دلوقتي المعرفه الانسانيه كلها بصوره غير معقوله. طيب هيحصل ايه لما المكتبات تبتدي تفضى؟ انا بقترح على فكره في ناس بتوع هولندا اللي ادونا الكتاب الكتب الجميله دي ال 430 الف كتاب، عملوا دوكيومنتري سموه ديجيتال امنيزيا على اللي بيحصل في العالم، وممكن احنا نعرضه مره هنا للجميع اللي عايزين. انما الفراغات اللي بتحصل دي هتعاد استعمالها بصوره اخرى، وايه مستقبل المكتبات في الفتره اللي جايه؟ فالمكتبات الحقيقه كل حاجه بتتغير فيها، والمكتبات لازم تتغير ايضا. قاعات القراءة التقليدية لازم هتزيد عليها، يعني هتبقى لها لسه مازال بعض الحاجة ولكن مش بالصورة التقليدية بتاعتها. لازم تبقى حاجة تشجع الناس انهم يجوا فيها. دي مش لايبرري، ده ابل ستور. ابل ستور ده مهم قوي لانه اكتر ناس متواصلين مع الحاجات الالكترونية دي هو الناس اللي بتتعامل مع الجادجتس الجديدة. الحقيقة جه
أبل، وزي ما أنتوا عارفين أبل غيرت حاجات كتيرة بالآيبود الأول للموسيقى، ثم بعد كده بالآيفون، ثم بعد كده بالآيباد. وأيضا لما عملوا المحلات بتاعتهم، الناس قالت هو في حد بيروح محلات دلوقتي؟ كله بيخش على أمازون ويطلب كمبيوتر ولا يطلب آيفون ولا يطلب حاجة يشتريها وتجيله بالبريد. لا، اتضح ناس بتحب تروح. تحب تروح ليه؟ عشان أولا مكان حلو، ثانيا بيجدوا ناس يتفاعلوا معهم، ده في أبل ستورز، تفاعلوا معهم في تعامل إنساني حول مشاكلهم واهتماماتهم. وده جزء لازم نتعلم الدرس ده من الأبل، لأن اللايبراريانز بتوعنا هم اللي بيقوموا بهذا الدور في خدمة الزوار، دي مهمة جدا. وبدأ أن في يعني تناسق موجود، دي تجارب اتعملت في أمريكا، الناس بتخش بالآيبادز وحتى بيدوهم آيبادز، والآيبادز يستعملوا الكتب والآيبادز والحاجات دي سوا مع بعضها، ويعملوا لهم أماكن زي ما احنا عاملين كده في مكتبة اسكندرية، كافيتريات وحتت يقدروا يقعدوا فيها يتكلموا فيها، ويبقى في حتت للأطفال كذلك، وفي حتت تخلي الناس يحبوا انهم يقدموا يتفاعلوا مع بعض، ونقدر نبقى ناخد من هذه المخازن أجزاء منها. طبعا أنا يعني كنت متنبئ بهذا، فأخذنا من المخازن دي وعملنا معارض ومتاحف وإلى آخره كل الحاجات دي. هنبقى محتاجين لأربع أنواع من الأماكن، اللي هي حاجات إبداع، أماكن ميسي كده للإبداع زي ما أنتوا شايفين كده. طيب ما احنا عندنا هو بنشتغل مع الأطفال، وأنا رحت مكتبة الطفل ولقيت كده برضو حاجة ميسي خالص، الولاد بيشتغلوا، قلتهم كويس خليهم يشتغلوا كده في الحاجات دي. الإكسبلوراتوريوم برضو الولاد لازم تبقى يستعملوا إيديهم ويشتغلوا بإيديهم، هذا التواصل الإنساني مطلوب اللي بيشجع الطفل أنه يفكر وأنه يتساءل، والتواصل ما بين الناس. احنا انا ملاحظ مثلا كتير تلاقي الناس تحب تذاكر مع بعضها، ليه؟ عشان يتكلموا بعض، انت فهمت الحته دي؟ لا انا ما فهمتهاش، لا انا فهمها كده، لا هي يمكن كده، يعني يبقى في هذا التواصل الانساني مطلوب. فالتقليد اللي هو كان بيمشي على كل المكتبه ان ما يبقاش في مكان الناس تتكلم فيه، انما كل هس لازم يبقى قاعد بيشتغل لوحده، ده تصور طبعا بيتغير دلوقتي. فلازم يبقى في سبيس فور جروب ورك، يشتغلوا مع بعض. وايضا المكان التقليدي بتاع الباحث، الباحث اللي هيكتب كتاب لوحده او رساله دكتوراه لوحده، ده حاجه تانية. كوميونيتي سبيسز بقى لازم المكتبه تبقى الملتقى الاساسي، وهي قلب المجتمع، تبقى هذا الملتقى، وهذا الملتقى يقدر يعرض الاعمال الفنيه اللي تشجع الناس. واحنا اظن اي واحد منكم بيتمشى في المكتبه شاف ان احنا عندنا ما شاء الله حاجات كتيرة بتدي فرص، بما في temporary galleries etc. فأهم حاجة أقولها إن كل الحاجات دي برضو تصورات آنية، وفي ظرف 5-10 سنين لازم كلها هتتغير تاني. فبالنسبة لمستقبل المكتبات، أو على الأقل ده تصورنا من مكتبة اسكندرية، في 10 حاجات. أول حاجة محتاجين enormous digital resources، فده هيحتاج إن احنا نلتقي مع الآخرين. احنا already عندنا كم كبير جدا، يعني مثلا أرشيف قناة السويس، أرشيف الهلال، المعمل الرقمي، الكتب اللي بنعملها، دار إزاي بنتعامل مع الديجيتال أسيتس بتاعتنا اللي فيه كل الحاجات دي بتخش فيها. ثانياً إنتجريشن بتاع تكست وإيميجز ومابس وفيديو، وكنا بدأنا في الأرشيفات المختلفة اللي عملناها لجمال عبد الناصر وللسادات ولمحمد نجيب، إن إحنا ندخل الحاجات دي، ولبطرس غالي ندخل الحاجات دي ونربطها مع بعضها. سنين وسائل جديدة لعرض هذه المعلومات، وطبعا الكالتشراما انتوا عارفينها، ولكن ايضا النهاردة الساعة 4 هيبقى في لونش، هندشن المتحف الافتراضي، زملائنا بتوع كالتنت وزملائنا بتوع المتحف هيقدموه، تواصل مع 3 متاحف اخرى في اوروبا بالتعامل التصوري والتخيلي 3 dimensions. اليوزر فريندلي برزنتيشن واكسسبيليتي، بدا بايترنال ايجيبت برضو من كالتنات، وبعدين بذاكره مصر المعاصره وبحاجات اخرى من هذا. دي جزء من مهمه المكتبات، انها تعرف تلم المعلومات دي وتقدمها بصوره تبقى دقيقه. يعني لازم نلتزم، ما يبقاش في غلطه واحده في الكلام اللي يتحط على الحاجات اللي احنا نطلعها. وزي ما بقول لزملائنا، لما يجوا 2 يختلفوا ازاي
تعمل سبيلينج بتاع إيراتوستين، يقول لما تفتح موقع مكتبة اسكندرية ونشوف ونحتكم إليه. لازم ما ينفعش نقول أوبس هنا غلطنا ده كان تايبو، ما فيش حاجة اسمها، لازم نبقى إحنا دقة زي المرجعية بتاعت الأنسيكلوبيديا بريتانيكا مثلا. واحد ما بيفترضش إنه هيفتح معجم وهيلاقي فيه خطأ مطبعي، المفروض إن هو بحتكم إليه، فلازم الدقة بتاعتنا تبقى كده. عشان نعمل ده لازم نشتغل أيضا مع ناس تانين. ما فيش مكتبة من المكتبات العالمية في فترة زي ما قلت لكم بنضيف يوميا 100,000 حجم المكتبة الكونجرس، ما فيش مكتبة حدها بتعمل حاجة إلا إذا تعاوننا مع بعض. إنما النيو تكنولوجي دي بتدينا فرص إن احنا نعمل حاجات ما كانش ممكن تتعمل. وحديكم تو إكزامبلز المفروض الاثنين عارفينهم، قطعا عارفين واحد منهم. الأولاني ويكيبيديا، صديقي جيمي ويلز جاء هنا وبرضه جبته المكتبة. على فكرة تقريبا كل الناس دي جبناها المكتبة مرة، يعني ليه الحمد لله اتصالات كتيرة معهم وجبتهم كلهم المكتبة في فترات معينة. جيمي ويلز اخترع ويكيبيديا، فكرة ان الواحد يجيب اكتر من 100,000 واحد يتعاونوا في كتابة موسوعة ويراجعوا الموسوعة بينهم وبين بعض وانها تصبح اكبر موسوعة في العالم بكثير يعني ودقيقة، ده كان فكرة ما كانش اي حد يقدر يتخيلها. هنا بقى بتشوفوا الفرق ما بين واحد بيفكر في استعمال التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي والوسائل التكنولوجيا الحديثة، واحد منحصر في الماضي وبيكتب مثلا موسوعة جديدة بالطريقة التقليدية، هذا الأستاذ فلان والأستاذ علان وده يكتب الجزء ده وده يكتب الجزء ده ونبقى نجمع الكلام ده ونجيب فرقة مراجعة إلى آخر. ويكيبيديا وصلت في أقل من 10 سنوات أنها تضارب كل الموسوعات الأخرى وحتقضي عليها، وانها بتتعمل بلغات مختلفة كمان. واحنا ساعدناهم مرة بس لازم نرجع نساعدهم تاني ان يبقى في يوم للويكيبيديا العربية في المكتبة. الجزء التاني اللي هو السوبر كورس، السوبر كورس ده بيساعد المدرسين والباحثين والطلبة، في 170,000 محاضرة باوربوينت زي دي موجودين، وكنا وصلنا اول ما بدأنا ب 3600 واحدة في الابيديمولوجي، 60,000 مدرس، 1,000,000 طالب في 175 دولة، و90 مليون هيت في السنة، وكله ببلاش. غيرنا التوبيك ووسعناه، بشتغل مع رون لابورت وجيل أومن وفين سيرف في الحكاية دي، وبدأنا نحط في الانفايرمنت وفي الأجريكالتشر والميديسن، وده بداية حاجات كتيرة منها الورلد ديجيتال لايبري والانسيكلوبيديا اوف لايف واليو ان ال. الورلد ديجيتال لايبري بدأنا بتواصل مع مكتبة الكونجرس لأن هي واليونسكو اللي بدأوا المشروع ده، انهم يضموا احسن ما كل بلد تقدر تقدمه عن نفسها، وده كان الاطلاق بتاعه في الفكره في سنه 2007 واطلاق التنفيذ 2009، وانتخبنا رئيسا لهذه المبادره مكتبه اسكندريه في 100 مكتبه من 70 دوله مشتركين فيها دلوقتي. اما الانسيكلوبيديا اوف لايف فهي فكره ان احد يخش على موقع، هذا الموقع بيديك 1.8 مليون تقريبا 2 مليون صفحة لكل كائن حي، سواء بكتيريا أو حوت أو خرتيت أو طير أو اللي هو نبات كل حاجة. وبراه في 300 إلى 600 مليون صفحة من البحوث العلمية ممكن توصل لها على طول، ودول شكلهم كده. ودلوقتي بنعمل لينكس رايحة جاية ما بين السبيشيز بيجز وال 300 إلى 600 مليون صفحة دولة، منهم 44 مليون صفحة كملوا من دولة، ودولة كمل منهم 1.3 مليون صفحة، 680,000 منهم فيهم مضمون موجود. المكتبة طبعا جزء من مجلس الإدارة بتاع هذه المبادرة مع السميثسونيان وبريتش ميوزيوم وغيره من المؤسسات دهيا، ده الموقع اللي تقدروا تخشوا عليه. نمرة خمسة بقى هو فكرة الترجمة الفورية بالمكن، وبدأنا بأنه كل واحد في النهاية بيحب يقرأ حاجة بلغته، فإزاي نقدر نوصل إلى هذا. كان في مشروع Universal Networking Language بتاع الأمم المتحدة، بدأ بفكرة معينة وهي أن الترجمة ما بين الإنجليزي والعربي بيحتاج لكمبيوتر بروجرام، والفرنساوي يحتاج لكمبيوتر بروجرام تاني. طيب لو حطينا حاجة اسمها الـ UNL وهي لغة كمبيوترية فقط بحيث انها نترجم كده ويرجع تاني كده، طب دي ودنك منين يا جوحة ليه كده؟ عشان لما افتح الفرنساوي يبقى الفرنساوي فتح ايضا على الانجليزي مش بس على العربي.
ولما زود الألماني بفتح الجميع، ولما زود الإسباني بفتح الجميع، ولما زود اللغات النادرة زي الأرمني والأذربيجاني والمش عارف إيه كله هيقدر يقرأ كله. والمطلوب إن العالم، يعني إحنا هنا الدكتور سامح وزملائه في اللغويات العربية والحاسوبية بيعملوا الحتة دي، إحنا بنشتغل في الحتة دي، والبتوع الإنجليزي بيشتغلوا في الحتة دي، وبتوع الألماني بيشتغلوا في الحتة دي، فيبقى في تراكم إضافي من جميع الجهات وبعضها، وده فعلا بيترجم وبيستعمل دلوقتي. وإحنا وصلنا إلى إنه كل كلمة بنبني بقى مدونة عربية بالإضافة لده عشان تساعدنا في حاجات معينة. هذه المدونة العربية تخيلوا 100 مليون سطر و16 عمود وكلها مملوءة، واثنين مليون من المئة مليون دولة رجعناهم كلمة كلمة بخبرة وعملنا تيست بيت بيهم ووجدنا فيهم كل الأخطاء، ونزود القدرة بتاعتنا في التعامل معها. وده بيعمل لنا حاجات كتيرة، يعني مش هخش في التفاصيل دي كلها دلوقتي، إنما مثلا ممكن ناخد جملة طويلة كده دلوقتي نحولها إلى UNL، UNL نقول له اختصرها. نختصرها ازاي؟ لازم يعرف ايه اهم حاجة فيها ويشيل الحاجات اللي هي مش مهمة، وبعدين يطلع لنا جملة جديدة. دي اعلان دكتور زي حواس تفاصيل معينة، ادي الجملة وادي الاصل بتاعها، وزي ما انتم شايفين هنا وتشال اسمي من العملية دي. انما المهم فيها انه بيختصر المعنى، ودي من اهم الحاجات اللي احنا بنطورها دلوقتي في المجموعة بتاعت الشباب اللي بيشتغلوا في مركز اللغات الحاسوبية. وده الهدف الكبير اللي فشلت فيه جوجل واللي احنا قربنا نوصل له. دكتور سامح 92.5% دقة دلوقتي، انه لما تنظر لموقع زي ده، المشكلة العربية هي دائما ان مفيش تشكيل، قلة التشكيل دي صعبة، لأنها مش بس عايزة تعرف عين لام ميم تبقى علم ولا علم ولا علمة ولا علمة ولا إيه هو، إنما لازم أو علمة لازم تعرف أيضا المكان الموقع الكلمة من الإعراب عشان نقدر نعرف معنى الجملة. إحنا بنفهمها كده بالتقريب لما بنقرأ الجورنال بهذا المعنى. باللغة الإنجليزية مثلا مكان الكلمة له معنى، فإذا بقول جون لابز ميري ما هيش تعادل ماري لافز جون، لها معنيين مختلفين من مكان الكلمة بالنسبة للفعل بالنسبة للمفعول به. احنا عايزين نشوف الضمة على الفاعل والفتحة على المفعول به، فيبقى التشكيل أصبح مهم. النهاردة هذا أصبح ممكن، وده تجربة اتعملت. هنا أعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 من جنوده أمسي في بغداد في انفجار سيارة مفخخة. دي فشلت جوجل ونجح شباب مكتبة اسكندرية فيها، بس لسه لازم نحصر شوية الفروقات اللي فيها عشان نقدر نوصل إلى أكثر من هذا، ونطرحها إن شاء الله على كل القراء وكل المستعملين اللغة العربية ببلاش. لازم نعمل حاجة المكتبة، وده كان لسه بتكلم على الدكتور فحام فيها من شوية، إن هي تبقى مكان الناس تيجي فيه عشان تعرض أحدث التطورات العلمية، وأيضا يعني زي المعرفة اللي بنتكلم فيها في الكمبيوترات اللغوية تبقى حاجة بنطلعها إحنا. ده البايو روبوتكس مثلا، للفيرتشوال رياليتي، للسوبر كومبيوتينج، للحاجات دي كلها لازم تبقى جزء دائم مستمر في اللي احنا بنعمله في المكتب. ولازم ندور على وسائل جديدة لتحديد المعرفة بيوند أو تصنيف المعرفة غير اللي كان موجود بتاع دوبي ديسيمال اللي هو بيستعمل في العالم كله لغاية دلوقتي. وزي ما قلت لهم دي خريطة عملها نيويورك تايمز، وفي وسائل أخرى لهذا. ما تمانية، لازم يبقى في انفراستراكشر، بنية تحتية للبحث. الباحث ده زمان كان فيه theoretical science و experimental science، دلوقتي بقى فيه السيموليشن اللي بيتعمل مع الكمبيوترز، ولذلك احنا محتاجين الهايبريد لايبرري. عندنا دلوقتي بيقولولي لاميا بتقولي وصلنا 75,000 دورية مش 45,000، وموجود الكمبيوترات مع القراءة، computing capability موجودة لأي حاجة بنحتاج لها.
Amazing Power Analytical Center، نقدر نعمل لهم أي حاجة بيعملوها بال 3D و Virtual Reality، وبعدين طبقنا في حاجات معينة زي ما أنتوا عارفينها. الستورج يبقى موجود وعندنا تجربة كويسة في الستورج، واللارج باندويث كونكتيفيتي هنحتاج للمزيد منه، كل ده لازم يبقى موجود في كل الوقت. بعد كده بقى Outreach and Networking، ولذلك احنا عندنا مشروع مهم قوي اللي هو سفارات المعرفة. هي بدأنا بتجربة في المنيا، بناخد أوضة في جامعة، في جامعات بسميها جامعات المحرومة في الصعيد وفي وسط الدلتا، شباب اللي قلنا من بنها في البايو فيجن الأخير يا دكتور أي حاجة دون حاجة نشوفها عندنا، فهنديهم أوضة يقدروا يخشوا فيها، أوضة دي يقدروا يقعدوا ويتفرجوا على شاشات هنا، أو حد يقدر يحاضر لو في حاجة، أو يقعدوا على كمبيوترات دار ما يدوروا، في حد من المكتبة مسؤول عنها، مسؤول عن السيرفر روم كذلك. في تواصل مع المدارس من وقت البوك موبيل بتاع المكتبات إلى الساينس كلابز اللي بدأت بيها البلانيتاريوم سنتر، والساينس فيرز اللي بنعملها من التواصل مع الناس والمسابقات، وأيضا التعامل مع أسر الصفوة، الدكتور حيا صلاح سليمان هو اللي نظمها، فكرة العمل البيئي والقوافل اللي كنا بنعملها في فترات معينة، فلازم يحصل إكسبانشن كبيرة من دي. وطبعا عندنا الاستوديو وعايزين نعمل FM ستيشن معانا كمان، استوديو انتوا عارفينه، وعملنا أفاق ونزلت التلفزيون المصري في أوقات أخرى. إنما التواصل الأهم من هذا النوع من التواصل هو إن الواحد يبني شبكات نتوركس، المكتبة تبقى في صلبها. عندنا كل نتوركس دي أولهم أصدقاء مكتبة الإسكندرية، 35 مؤسسة موجودة من 17 سنة، أولهم كان من 17 سنة حباً في المكتبة، وبيجوا كل سنة مرة على حسابهم من أستراليا ومن إنجلترا ومن اليونان ومن كاليفورنيا إلى آخره. وعندنا مثلاً الإفلا المركز العربي، الريزو فرانكوفون نيميريك، الفيا في التواس، أرو، أنويست، نيمز، أميز، كل هذا. في بقى حاجات جديدة غير الميجر انترناشنال بروجيكتس، الإلسيفير والآر إم إل إيه، وده جه مع وقت ما خدنا الكتب الهولندي، نقلنا التعامل مع شركة الإلسيفير مع إفريقيا إلى مكتبة اسكندرية، بحيث إن مكتبة اسكندرية هي دلوقتي اللي بتدير الشبكة المعلوماتية المختصة مع الإلسيفير، وبنديهم سكوبس وساينس ديريكت و150 فري سبسكريبشن، يعني اشتراك مجاني. ده بيتيح المادة والمعلومات، إنما عايزين بعد كده نساعدهم في الإنتاج. فعشان نساعدهم في الإنتاج إيه المشكلة بتاعتهم؟ المشكلة بتاعتهم أغلب الباحثين في الدول النامية، الدول النامية 80% من تعداد سكان العالم، 27% من تعداد العلماء، 3% من الإنتاج العلمي. طب ليه الإنتاج العلمي ده ما بيتنشرش؟ لأنهم ما عندهمش إمكانيات بحثية مناسبة. فعملنا لهم الشبكة اللي بنسميها RMLA اللي هي Research Methods Library of Alexandria، والحقيقة تمكننا ده، بنحط مادة كتيرة جدا في الحكاية دي، وجبنا سيستم من المساعدين 250 أكسبرت عالميا متطوعين في هذا، وScientific Applications وPeer Reviewed بلغات مختلفة، ففي سيرفي بورتال، وفي مواد موجوده بالعربي وبالصيني وبالانجليزي وفرنساوي الى اتسترا، وده شكل الباتن. في منهم بقى بياخدوا الباتن ده ويحطوه على الموقع بتاعهم في الجامعات او المراكز البحثيه في افريقيا، بحيث ادي المراكز اللي عامله هذه حتى الباتنز بتاعتنا عليها، بحيث ان واحد يروح دايس على الباتن يبقى موجود يخش عندنا على طول. ودي مؤسسات اللي احنا بنتعاون معها في هذا العمل. هنا بقى عندنا هتجدوا حاجة هتبين الفرق على طول. احنا مهتمين بشبكة مع افريقيا. في 57 سنتر، 16 منهم في افريقيا. امال مين الناس التانية دي؟ احنا من غير ما نحاول معاهم ولا حاجة. اخواننا الاسيويين هم اللي يتصلوا بينا يقولوا لنا على فكرة الشغل اللي بتعملوه ده شغل مهم قوي، ممكن نخش معاكم احنا كمان؟ بنقول لهم اهلا وسهلا. من ناحية ده فيها تقييم او منهم هم وتقريز للشغل اللي احنا بنعمله، انهم عايزين يشتركوا معانا. انما الفارق ما بين اسيا وافريقيا واضح في هذه الصورة، وده اللي بيخلي ان افريقيا متخلفة واسيا منطلقة
زي ما انتوا عارفين ان هم بيبحثوا عن المعرفة، مش مستنين ان حد يديها لهم لغاية الاخر. وفي اكتر من كده كتير قوي. فالتواجد الدولي بتاع المكتبة مثلا في الإفلة، ده كان مؤتمر الإفلة الاخير، جزء منه على الاقل في اليوم قدمت فيه WDL. ده موقع WDL اللي وصلنا دلوقتي، غير اللي احنا بنرأسه اللي في 100 مكتبة من 70 دولة، كنا كده دلوقتي بقى اكتر، بقى في 183 مكتبة من 81 دولة، وبيتعمل بسبع لغات، وفي 114 لغة في المواد المطروحة، تقريبا 12,000 أوبجكت من 500,000 صورة، وعدد الزوار فيزيتورز مش هيتس 30 مليون. الانسيكلوبيديا اوف لايف، الحقيقة أنا سعدت جدا، يوسف والدكتور يوسف صلاح والدكتور مجدي جم معايا، يوسف صلاح بعد كده راح هارفارد، لأن مكتبة اسكندرية تولت دور الناشونال أكاديمي أوف ساينسز بتاعت أمريكا في إدارة الهب المعرفي اللي بيوصل ما بين 44 مليون صفحة بتوع الديجيتال لايبري والمليون 300,000 صفحة بتوع السبيشيس بيجز والسيرفرز في هارفارد. فالتعاون بيبين المكتبة مكانتها فين. اليو ان ال اتكلمنا عنه قبل كده، وفي حاجات بقى ما اتكلمناش عنها انما عايزه يوم تاني نتكلم فيها، في النظامي جنجابي انترناشونال سنتر في اذربيجان، وفي الكلاب دي مدريد في اسبانيا. كلاب دي مدريد ده رؤساء سابقين من 93 دوله، سواء رؤساء وزاره او رؤساء على حسب النظام اللي موجود في الدوله او رئيس جمهوريه، كلهم انتخبوا ديمقراطين وتركوا الديمقراطيين، تركوا الحكم دلوقتي، وبيجتمعوا بصوره دوريه وبيعالجوا قضايا مختلفه. والحقيقه احنا بنشرف يعني ان اولا انا بشترك في رياده النظام الجنجابي، بس بشترك مع كلاب دي مدريد في عرض حاجات معينه. ادي اجتماع رحته اخيرا في اندورا. اندورا دي دويله صغيره، ده كانوا عاملين زي ريتريت كده للرؤساء قاعدين فيه، ودعوني انا كنت رئيس المؤتمر لدراسه والتفكير في الامن الجماعي في اوروبا. مين الناس دي؟ ده الرئيس الاسبق بتاع كرواتيا، ده الرئيس الاسبق بتاع رومانيا، دي ممثله جورجيا، رئيس الاسبق بتاع صربيا، ده انا، ده ممثل رئيس اذربيجان، دي رئيسه لاتفيا، ده رئيس اوكرانيا، ده رئيس بلغاريا، دي زميلتنا من ليبيا، وده من سويسرا، ده نائب رئيس وزراء تركيا، ده رئيس جمهورية ألبانيا، ودول اللي أنا كنت برأس الجلسة بتاعتهم لمدة يومين في هذه المناقشة، وأنا قلت كامل الافتتاحية وأدرت الحوار ما بينهم. لما عندنا ناس من هذا المستوى ومكتبة اسكندرية ممثلة في مديرها بترأس مثل هذه الجلسات، ده له معنى كبير على الساحة الدولية. يعني يمكن الإعلام المصري مش حاسس بيها، إنما له معنى كبير. ومن الحاجات مثلا حد سألني إزاي في 5 رؤساء دول سابقين أعضاء في مجلس أمناء مكتبة اسكندرية؟ قلت له أعرفهم كلهم، وقعدت كلمتهم وطلبت منهم إنهم يتقدموا. بإيه؟ لأن هنا ما بياخدش ولا مليم. يعني طبعا دول بعد ما كانوا رؤساء جمهورية أصبحوا مواطنين عاديين، يعني ما لهمش حاجة. فيوم لا، ادوا وقتكم لمكتبة اسكندرية وتعالوا لنا واشتغلوا معنا في اللجان بتاعة البورد وبتاع. فالتواصل ده له قيمة كبيرة جدا. ده هنا رئيس أوكرانيا ورئيس بلغاريا، دي المترجمة بتاعة أوكرانيا وانا بنتكلم مع بعض، ودي الصوره الجماعيه لكل اللي اشتركوا بما في السكرتاريه بتاعه الاجتماع. فنقدر نقول ان احنا البرامج بتاعتنا ماشيه، ولكن لازم نستعد انه بالتطور المستقبلي السريع ده ان احنا نقدر نغير، لان كل حاجه ما حدش قادر يعرف التكنولوجيا الجديده دي هتحصل ايه في ظرف 5 سنوات أو 6 سنوات. عايز ارجع لنقطه اخيره اللي هي القيم. هقول لكم حاجتين اخيرتين عن القيم ونقفل على كده. الحاجه الاولى انه لازم الواحد دايما يدافع على القيم، واحنا في مكتبه اسكندريه الحمد لله دافعنا عنها والشعب حس بيها، ودي نقطه مهمه قوي هرجع عليها تاني بعد شويه. انما النقطه برضو العالم حاسس بيها، يعني المشروع ده اللي هو البيكون فور فريدم اوف اكسبريشن
dedicated to the new library of Alexandria. دول مش ناس بيعملوا library قديمة، عارفين دول في النرويج فبيقدروا الشغل بتاعنا. وزي ما قلت لكم wisdom يساوي knowledge زائد values اللي هو library زائد librarians. أصدقائي librarians قطاع المكتبات طبعا هم اللي في المقدمة، إنما بقيتنا كلنا برضو بنعتبر نفسنا librarians في هذا المعنى. And we must defend our values، لأن المكتبة بهذا المفهوم، المكتبة زي مكتبة اسكندرية، المكتبة المنفتحة على المجتمع وعلى العالم، المجتمع الدولي والمجتمع المحلي، هي القلب الحقيقي لأي مجتمع. No matter how small and no matter how modest، أي نوع من المكتبات تفرقش. فكرة المكتبة والقراءة والمعرفة وإتاحة المعرفة والتعددية والقيم دي مهمة جدا. طيب أديكوا مثالين، مثل من أمريكا ومثل مكتبة اسكندرية. مثل من أمريكا للقيم اللي هي الاهتمام بالآخر والتفكير العقلاني، إنما الأولاني حصل إيه في أمريكا بعد 11 سبتمبر. طبعاً أنتوا عارفين حصل إيه في 11 سبتمبر، إنما اللي حصل إن جورج بوش عدى الباتريوت أكت. الباتريوت أكت ده بيدي سلطات غير معقولة للحكومة الأمريكية إنها تغتال أي حد، إنها تعمل أي حاجة في أي حد في أي حد. ولذلك حتى يعني to support the war on terror، وبدأوا ضربوا أفغانستان والعراق وزي ما أنتوا عارفين القصص دي كلها. إنما داخل أمريكا بقى بدأوا you shut your mouth، إحنا والبومب هو we want، محدش يكلمنا انتوا بتضربوا في باكستان وفي اليمن وبتموتوا ناس ازاي وبتاع، لا ما نجد احنا you're either with us or you're against us. وهنا بقى حصل صدام لاول مره. طبعا مكتبيين عامه ما هماش قاده الحركات السياسيه والفكريه في المجتمع، ولكن حصل صدام حقيقي ما بين المكتبيين والحكومه الامريكيه وكسب المكتبيين. الصدام ده جاي من الحكايه دي، ان من حق الحكومة أنها تعرف مين بيقرأ إيه طبقا للقانون اللي فوتوه بعد 11 سبتمبر، وأن المكتبيين لازم يسلموا هذه المعلومات. ومش بس المكتبيين على فكرة، ياهو وغيره في قضايا مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية على القضية دي تشجعوا من بعد المكتبيين، ياهو تشجعت بعد المكتبيين ما كسبوا، وأنه لازم يسلموا الحكاية دي للممثلين الحكومة الفيدرالية، وما يقدرش يتكلم مع حد على ان الحكومه الفيدراليه جت تسال على ايه اللي بتقراه هبه ولا ايه اللي بتقراه حنان ولا ايه اللي بيقراه اسماعيل او اللي ايه اللي بيقراه عمر ايا كان. فاللي حصل الريسبوندد 4 لايبريريانز في كونيتيكت رفضوا وتحدوا القانون وراحوا جابوا المحامين بتوعهم وقالوا لهم احنا مش هننفذ هذا، لان مفروض ان الحريه الدستوريه بتاعه حق الانسان انه يقرا ده من حقوق الإنسان، وإنه مش هنشترك بالحكاية دي. فكل المكتبيين انضموا حواليهم، من أكبر المكتبات زي مكتبة Library of New York Public Library إلى المكتبات المتوسطة إلى المكتبات الصغيرة خالص، والتف حواليهم. ده حتى دي كان كرتون وقتها، دول الأربعة بتوع كونيتيكت بيقولوا دول مش أي المكتبيين، دول بتوع كونيتيكت بيحموا الدستور الأمريكي. يعني الشعب تفاعل معهم وبدأت الناس تحط كتب على قدام بيتها وكاتبين هنا ليتل فري لايبرري، انه حرية القراءة مكفولة للجميع. فكل واحد حاطط شوية كتب على الرصيف جنب بيته عشان مش بيتخلص منها، انما عشان يشجع فكرة القراءة. ولما دخل الإعلام اتضح ان الرأي العام 80% مع المكتبيين ضد الحكومة في هذا. وفكرت الناس بمقولة إدموند بيرك إنه لو الناس سكتت فالشر سينتشر، إنه الشر ينتصر بإن الناس سكتة بس. فده كويس عشان نعمل كده. إحنا عندنا الإجزامبل بتاعنا، إحنا الإجزامبل بتاعنا إحنا إيه؟ طبعا بعد الربيع العربي زي ما أنتوا عارفين وما حدث وميدان التحرير، وده 25 يناير وما تم في هذا من إسقاط النظام اللي كان موجود بتاع رئيس مبارك ومشروعات اللي كانت موجودة، وإنه في مكتبة اسكندرية كان بتفوت المظاهرات في شارع بورسعيد وفي الكورنيش، وآدي حجم المظاهرة اللي كانت
موجودة، أنواع المظاهرات اللي كانت موجودة، بس أنتوا كلكم هتفتكروا الكلام ده، فمش محتاجين تشوفوه الحقيقة. إنما الحقيقة الوقفة دي ناس ضد حسني مبارك ولكن بتحمي المكتبة. هذا الشباب اللي وقف يحمي المكتبة، التواصل اللي حصل ما بين شباب المجتمع وشباب المكتبة في هذا كان فترة من أروع الفترات، ومثل رائع للحقيقة العالم كله. ده وقت الصلاة قدام الجامع قدام المكتبة، شوف النظام اللي كان موجود، ما كانش حد بيتعدى على المكتبة في حاجة، بينما طبعا انتوا عارفين اللي حصل في المحافظة وفي مراكز البوليس وغيره. وبعدين العلم الكبير اللي اتعمل، وازاي اتحط العلم الكبير والصورة بتاعته، وده هنا الموقع في ناحية شارع بورسعيد، وتقدروا تشوفوا هنا الناس مسكين ايدين بعض ازاي بيحموا المكتبة. ومظاهرات كانت كبيرة جدا في الناحية دي ايضا. وبعدين الناس بدأت تيجي على السلم عندنا كمظاهرات لحقوق الانسان، ايا كانت الاسباب، كان في من سوريا وكان في من عندنا وكان في من حتت مختلفة. والثمان سنين من 2002 ل 2010 يعني حصل لهم تقييم في 2011 بفرق الصورتين دول بيبينوا كل حاجة. انما دول مش بيتكلموا على خدمة فقط، بيتكلموا ايضا عن القيم. والدليل على كده الجرافيتي الجميل اللي كان رسموه الولاد بتوع الثورة جنب المنظرة، ده مكتوب شباب 25 يناير، وهنا الى شهداء الثورة، وهنا ثلاث اهرامات، الهرم الرابع مكتبة اسكندرية، وطالع منه جامع وكنيسة سوا. يعني يبين ان في فهم هما بيدافعوا عن ايه. هذا الفهم الحقيقة استمر واعجب به العالم كله، بما فيه الناس اللي كتبوا هانز اراوند ذا لايبرري للاطفال، والسي ان ان عملت ريفيو. ولكن طبعا احنا مرينا بفترة كان في مشاكل في اسرة المكتبة، وانما الحمد لله حليناها بالحوار من غير ما يبقى فيه ولا ناس جرحت ولا صدام ولا غيره. وبعد 18 شهر الاولانيين الرئيس مرسي كان اول رئيس منتخب لمصر، انما حصل انتفاضه شعبيه ثانيه 30 يونيو، ونتيجه لكده الرئيس مرسي زي الرئيس مبارك انتهت فترته. ولكن مرينا بفتره صعبه بعد كده، فتره صعبه اللي بعد كده اول مره حصل تاثير على المكتبه، وده ضرب الرصاص اللي كان جه هنا. لكن النقطه الاساسيه الحقيقه انا بدافع دايما عن الكلام ده، ناس تقول لي الاخوان او غيره، الاخوان ما هاجموش المكتبه، السلفيين ما هاجموش المكتبة، ما فيش حد هاجم المكتبة. كان في خلاف ما بين بعض الناس والمدير داخل أسرة المكتبة وتحل، إنما الجزء الأساسي إن ما حدش استهدف المكتبة، بل وما كانتش مستهدفة في حاجة. وبعد كده دلوقتي بقى رئيس عدلي منصور، وبعد رئيس عدلي منصور كان في الانتخابات ورئيس السيسي دلوقتي. اللي حصل في هذا التحول ان مكتبه اسكندريه حافظت على ادائها والقيم بتاعتها، واصبحت مؤسسه قوميه. زي ما بقول للناس اللي سالوني قبل كده، قلت لهم الجامعه المصريه اتعملت في عصر الملكيه، وكان حتى اسمها جامعه فؤاد وجامعه فاروق، ولما جت الجمهوريه نظام الجمهوري ما قفلوش الجامعه. الجامعه استمر مؤسسه قوميه. فاحنا نقدر ننظر ادي الافتتاح اللي كان فيه رئيس مبارك، رئيس شراك، رئيس اليونان سلطان مبارك، ملكه صوفيا، ملكه رانيا بالاردن الى اخره. ادي الرئيس مرسي مع مجلس الامناء، ادي الرئيس عدلي منصور مع مجلس الامناء. وده دليل ان المؤسسه وصلت لمرحله معينه بالحفاظ على القيم بتاعتها. انها دي نقطة مهمة جدا، لانها في ظل هذا كمان الاعتراف الدولي مستمر، واخدنا جائزة جولبنكان سنة 2013. ولذلك احنا نستمر في هذا بثقافة التعددية، بنشتغل مع الازهر، وعندنا مركز دراسات حضارة اسلامية، وبنطلع كتب التراث الاسلامي، وبنشتغل مع البابا ومع اخواننا المسيحيين، وفي مركز دراسات قبطية. وفي تصور ان كل لازم الناس مهما اختلفت ارائها
ممكن انهم يبقوا مواطنين مع بعض، وان دي مؤسسة بتخدم كل المواطنين. ولذلك المستقبل داخل علينا، واحنا الثورة المعرفية دي هتودينا فين محدش يقدر يعرف، انما انا متفائل جدا، وهنكمل اللي احنا كنا بنعمله قبل كده، انما هيبقى في حاجات جديدة هنخش علينا، فلازم ان احنا ايه نقدر ان نحلم، ونحلم بالجديد وبالحاجات اللي ما حصلتش، لان احنا في بداية عصر جديد، ولازم ان احنا نعتنق هذا الجديد. وشكرا لكم.